السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. وصفة اليوم عبارة على ملوي بطريقة جديدة، بطريقة طي جديدة ورائعة. كيجينا محلول وهائل، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوه، فعلا يستحق التجربة. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم، وما تنسوش اللايك. على بركة الله غادي ندوزو المقادير. كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الصلب اي الدقيق فينو، و250 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نبداو نخلطو الكل مزيان بهذه الطريقه كما كتشاهدوا. غدا نوضعوا الخميره ديال الخبز. الخميره ديال الخبز ما تكثروش بزاف، غير القليل فقط. غدا نزيدوا الملح الكافي، وغدا ناخذوا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغدا نعجنوا بالماء. كنجمعوا العجينه ديالنا بالماء يكون دافي، صافي. غدا نبقى مستمره حتى كتجمع لينا العجينه. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف. بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نبدا ندلكها 11 دقيق. بعد ما دلكتها غادي نجمعها. كما كتلاحظوا هذا هو القوام اللي حصلت عليه، ما كتكونش قاصحه بزاف. دابا غادي نوضعوها في بلاستيك غذائي، وغادي نخليوها ترتاح. قد ما ارتاحت كيجينا المسمن او الملوي رائع. غادا نخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة ولا 10 دقائق. كما قلت لكم قد ما ارتاحت راه مزيان. بعد ما ارتاحت لينا غادا نزولو عليها البلاستيك الغذائي. غادا نجمعو المرة الثانية العجينة ديالنا بهذه الطريقة. كما كتلاحظو مكنخليوهاش العجينة كتكون كتبقى مرخية، كنجمعوها صافي. غادا ندهنوها بالزيت غير القليل فقط كما كتلاحظوا. غادي نقسموا العجينه على نصفين صافي. غادي نبداو نشكلوا كويرات متساويه. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. دابا غادا نغطيوهم. قبل ما نغطيوهم دهنتهم بالقليل من الزيت، وغادا نخليهم يرتاحوا. المسمن قد ما ارتاح كيجي رائع. غادي ناخذوا الكويره الاولى، وغادا نبدا نبسطها. كندهنوا طاولة العمل بالقليل من الزيت، وكنبداو نبسطوها. كنبسطوها مزيان كما كتلاحظوا، وكتجينا ملي كنخليوها ترتاح كتجينا ساهله. ملي كنبسطوها كيجينا العجينه ساهله دغيا. كنبسطوها وما كتقطعش. دابا غادي ناخذوا الزبده المذابه، وغادي ندهنوا الوجه ديال العجينه، وغادي ناخذوا الدقيق الصلب اي الدقيق فينو.
غادي ناخذ سكين وغادي نبداو نعملوا واحد ربعه الاشرطه بهذه الطريقه. كناخذوا الطرف الاول وكنوضعوا على الطرف الثاني وكنبقاو نعملوا بهذه الطريقه حتى كنكملوا. الطريقه اللي هي سهله وواضحه وكيجينا الملوي كيجينا رائع، كيجينا محلول وكيجينا هائل. غادي نجبدوها واحد شويه وغادي نبداو نروليوها. صافي كنعملوها بهذه الطريقه، كنبداو نروليو فيها. الطرف الاخر كنضغطوا عليه الاسفل ديال العجينه بهذه الطريقه كما كتشاهدوا، وكتعطينا او كنحصلوا على ملويه بهذه الطريقه. هذه الطريقه اللي هي سهله وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل. بعد ما كملنا غادي نبداو نبسطو. في الاولى كندهنوا القليل من الزيت وكنبداو نبسطو غير القليل فقط، ما تقويوش الزيت، كنبسطوها مزيان. غادي ناخذوا مقله تكون مسخنه من قبل وكنرشوا عليها الزيت نباتيه، وغادي نوضعوا المسمنه او الملويه ديالنا، غير كنحطوها وكنقلبوا بهذه الطريقه كما كتشاهدوا. مرة كنرشوها بالقليل من الزيت غير من الجوانب فقط كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، وما تكثروش الزيت بزاف. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كتوجد لينا كنكملوا الملوي في الطياب، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي اللي حضرت معكم اليوم. كما كتشاهدوا كيجينا رائع وكيجي محلول بطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله وجديده. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه كيجي روعه، يستحق التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم ما هو جديد، تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم، وما تنساوش اللايك. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.